السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية سمك بوري في الفرن. قد إيه سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص، وطعمها خيال. من الآخر هتعجبكم جدا بإذن الله. بس في الأول ما تنسيش تشجعيني يا ست الكل وتحطي لايك للفيديو، وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الصينية القمر دي هنعملها إزاي. اول حاجه هعمل تتبيله السمك في الكبه. هفرم ثوم مع فلفل اخضر واحمر وليمون وخل ومعلقه صغيره مليانه من الكمون، الكزبره الناشفه، البابريكا، معلقه كبيره ملح. هفرمهم مع بعض كويس. معايا هنا سمك بوري متنضف ومغسول كويس، وعملت له فتحات بالشكل ده علشان يشرب من التتبيلة. وهتبل السمك كويس جدا من جوه ومن بره وفي الفتحات اللي عملتها له، وهسيبه شوية على جنب لحد لما احضر الخلطة. وتقدروا تعملوا نفس الطريقة مع اي نوع سمك تاني. لعمل خلطة السمك أو الحشوة هحتاج بصل، فلفل أخضر وأحمر، وطماطم متقطعين صغير، ونص حزمة بقدونس مفروم. هضيف عليهم باقي التتبيلة وهخلط كل مكونات الحشوة مع بعض، وهحشي السمك بالخلطة الحلوة ديت. معايا هنا بطاطس متقطعة شرايح رفيعة علشان تستوي بسرعة مع السمك. هضيف عليها شرايح بصل وفلفل أخضر وباقي الحشوة علشان البطاطس تاخد من طعم التتبيلة. وهرص السمك على البطاطس وهزينه بشرايح من الليمون والطماطم. واخر حاجة هضيف على الوش معلقتين كبار من الزيت، وهيدخل فرن ساخن على حرارة 200 رف اوسط. هعمل دلوقتي احلى شوية رز ابيض جنب السمك في حل على النار. هضيف فيها شوية زيت وهسيبه لحد لما يسخن. هضيف كوبايتين من الرز المغسول والمنقوع لمدة ربع ساعة. هشوحه كويس في المادة الدهنية مع معلقة صغيرة من الملح، وهنزل بمقدار المية المغلية. عيار المية يدوبك يغطي سطح الرز بعقلة صباع، وهسيبه على نار عالية لحد لما يشرب المية، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. تعالوا بقى نقدم الرز مع بعض. شايفين قد ايه مفلفل وجميل؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفولي الجمال والحلاوة، أحلى صينية سمك ممكن تعمليها رهيبة بجد. أكلة سمك سهلة وسريعة ومخدتش وقت خالص، وطعمها في منتهى الجمال.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسيش يا ست الكل اللايك وتشتركي معايا في القناة فضلا وليس امرا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.